دعا الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي مجددا الى فرض مزيد من العقوبات من الاتحاد الاوروبي على روسيا مطالبا بروكسل بفرض حزمه عقوبات سابعه على موسكو في اقرب وقت ممكن وكرر زيلينسكي التاكيد على حاجه كييف الملحه لمزيد من شحنات الاسلحه مضيفا بان الجيش الاوكراني تمكن على خط المواجهه في شرق البلاد من تعزيز الدفاعات في منطقه لوهانسك المتنازع عليها بشده